تفضل يا شدي. الله يعطيكم الصحة جميعا. تفضل يا شدي. والله احنا يوم ما سمعنا البرنامج من الصبح فكينا بدنا نسافر احنا والاولاد على العمرة، فأكبر همنا انه ال 150 شيكل هذول 154 شيكل 55 نعم 155 يا زلمة خراب الديار على هالمواطن، هون منين نروح نجيب لهم؟ منين نروح نجيب لهم؟ اقسم بالله يعني كان المواطن معاه تطبع الدولارات هذول اللي بتطبعهم بالبرميل، منين نروح نجيب لهم؟ نعم. ما هو الواحد شكله بشلاحك بكله. منين نروح نجيب؟ 155 شيكل ما يخافوا الله. 55 شيكل خليه. 55 شيكل بجد نعمي. أي هو الواحد بده يشلح حاله تشعير تاي يروح يدفع لكم؟ أي هو منين الواحد يروح يلقاه؟ أي هي من الضريب من هون ولا الضريب اللي على الجسر ولا الضريب مش من حكين مش من حكين دفع يا زلمة؟ أقسم بالله ما احنا من حكين دفع، كله دفع دفع وضرائب ودفع والنفايات. النفايات كيف تدفع نفايات 12 شيكل وبحطوا لك إياهن على ساعة الكهرباء وسيارة النفايات تديش وكل 4-5 أيام مرة. متى آخر مرة خلينا واحدة واحدة يا أبو نائل، متى آخر مرة نزلت على عمان أنت وعيلتك؟ أنا قبل 3 سنين. آه شو يعني نفس السبب كل مرة اللي هي الكلفة زيادة يعني الكلفة؟ ما بزبط أنا بضطر أروح أصلا. آه كم 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 ولد عندك ما شاء الله؟ أنا عندي ولدين والمرة. ولدين وزوجتك الكريمة. ايوه الله يعطيك الصحه. يعني بدكم تطلعوا طبعا بدكم على العمره يا اخي، ما بروحش على بدكم لحالكم 600 شيكل بس ضريبه مغادره مغاد بنروح. طيب بس يا عمي كثير يا زلمه بتحسب لي حسابي الله لك عارف انه بكدين، وعلى الاردن بدك تدفع وعلى السعوديه بدك تدفع ومن هون بدك تدفع، يعني شغل تقشيط يم على الاخر، ما بترجع من العمره ولا بدك حافي. طيب على آخر. بدنا نشد حيلنا أخي الكريم، ونتمنى على كل مواطن كل يوم يطلع مواطن على الأقل يقول تسقط ضريبة المغادرة. ضريبة المغادرة تحول دون تواصلنا مع أهلنا في الخارج. ضريبة المغادرة بتشكل عبء علينا جميعا. ضريبة المغادرة ضريبة غير قانونية وغير إنسانية. ضريبة المغادرة اليوم بذكر على الإسرائيلي اللي دخله 30 ضعف دخلي ودخلك ودخيلك، أنا ودخلك أنا دخيلك ودخلك هو بيجي 30 ضعف دخلي ودخلك، أنا دخيلك وبيدفع 102 شيكل وهو طالع وبسيارته وعلى مدار 24 ساعة. أما ابن القدس اللي فيها نسبة الفقر 80%، تعرفته 177 شيكل غير طبعا عمولة البنك اللي بدك تدفع فيه على الجسر. أما اللي بيحمل هوية إسرائيلية خضراء زيي وزيكم، احنا كلنا بنحمل هويات إسرائيلية لونها أخضر مكتوب عليها السلطة الفلسطينية ورقمها بيصدر من بيت إيل، والعبرة بالمضمون لأنها بدون رقم بتسواش 10 قروش. فاللي بيحمل هوية إسرائيلية لونها أخضر زيي وزيكو بيدفع 155 في أعلى ضريبة مغادرة في العالم على شعب تحت الاحتلال أصلا ما عنده معبر أصلا ما عنديش معبر زي ما قالها الشاعر الكبير عادل إمام ثم أنا ما عنديش تليفون بتاخد مني ضريبة مغادرة ليش؟ معبر فلسطيني ما فيش، حدود فلسطينية ما فيش، المقصود تحت الاحتلال طبعا، معبر حر إلنا نمر نلاقي فيه بس الشرطي الفلسطيني ما فيش، بس ضابط الجمارك الفلسطيني ما فيش، وبتاخد مني ضريبة ليا فند قال تلتها بروح للسلطة الفلسطينية وتلتين للسلطات الإسرائيلية. طب إيه رأيكم تقسموني أنا كمان تلت أقسام، تلتين لإسرائيل وتلت للسلطة، ما هيك بدنا نصير؟ هيك بدنا نصير. وكل مواطن بنزل بده يطلع من جيبته 600 شيكل، 200 بدهم يروحوا للسلطة و400 بدهم يروحوا للسلطات الإسرائيلية. أما السلطات الإسرائيلية بتجبيها منا قصرا، ومش رح نخليها تظل تجبيها منا قصرا، والله لننزلها
والله سنطيح بضريبة المغادرة، والله الذي لا إله إلا هو سنسقط ضريبة المغادرة، وهذا يمين بالله. طب وانت يا أستاذ يا محترم، وانت يا وزير المالية المحترم، بتاخد مني تلت الضريبة ليه؟ ما انت ما عندكش معبر، ما عندكش حدود، ما عندكش سيادة، بتاخد ضريبة ليه من 94 لليوم؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يصير عنا ديمقراطية، وترجع عنا الديمقراطية، وصير عنا حرية، ونرجع نكون أصحاب قرار، وتصير قوانيننا تسن من تشريع أصيل، من مشرع أصيل. كل قرش جبت السلطة من 94 لليوم لازم ترجع للناس. احتفظوا بتذاكر الضريبة يا شباب. 18 جنيه مكالمات زيادة. ما العلم نادر لما بتكلم مع حد، بتكلم مع مين حصره؟ ثم أنا ما عنديش تليفون. وهاي قصتنا في ضريبة المغادرة. احتفظوا بتذاكر ضريبة المغادرة يا شباب. الوصل هذا المكتوب عليه ضريبة مسافر معبر يابسي، ها؟ مكتوب عليه بالعبري وبالعربي. احتفظوا فيه. والله الذي لا إله إلا هو لترجع الديمقراطية على البلد. أنا أول واحد وانتو عارفين أني عملتها، لا يطالب السلطة الفلسطينية بأنه يسترد كل الرسوم اللي دفعها من يوم الفتح العظيم في 94 حتى نهارنا هذا. ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نهار تطلع شمسك يا بلادي يا أغلى بلادي.